وأستاذ محمد أحلمي. شكرا، تحياتي. شكرا، مرحبا بك، عواشرك يديك مبروكة، تحيه وعشر خالصه. أواخر مباركة بإذن الله، ومرحبا بك في أسبوع جديد إن شكرا شاء الله. الله يطول عمرك، بارك شكرا، بارك الله فيك، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. إذا أستاذ، اليوم غادي نفتحوا المكالمات المستمعين في إطار حلقة مفتوحة بطبيعة الحال، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل أسئلتكم على 0522 46 52 أو 51 أو 52، أيضا 05 22 88 00 60 ولا 61 ولا 62. مرحبا بكم، مرحبا بكل الأسئلة ديالكم، وحنا معكم باش نجاوبوا عليها. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا الكرام. إذا نرجع نذكركم دائما بأرقامنا الهاتفية المفتوحة 05 22 46 52 أو 51 أو 52، أيضا 05 22 88 00 60 ولا 61 ولا 62. حلقة اليوم حلقة مفتوحة مع الأستاذ محمد أحلمي باش يجاوب على كل أسئلتكم فيما يخص الجانب الغذائي. وغنمشيو مباشرة ناخذوا معنا لالا نادية من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا نادية. السلام عليكم لالا، كاينه اخبارك لالا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لالا، الله يجازيك بخير. رمضان مبارك ليك الاستاذ احليمي، وهذه وانا فرحانه بزاف لانني دوزت لاطيل وتشدات لي الحمد لله، وانا محتاجه بزاف الاستاذ احليمي وفيدني عافاك. مرحبا بك لالا، تفضل. انا استاذ، يلا جيت معي عند الطبيب، خديت الموعد انني غادي نحيد المراره. مشيت على اساس انني جاني واحد الحرق في الفم المعده ديالي والظهر ديالي، هذه تقريبا 15 يوم، ومشيت عند طبيبه غاسترو وعطاتني تحاليل وخرجت لي الجرثومه 2.35، وخرج لي عندي المراره، عندي الحجر بزاف رقيق في المراره، يعني قالت لي خاصك ولا بدا تحيديها في العام القريب، زعما تحيديها. ما عطاتكش الدياماتر ديال هذوك الحجيرات اللي عندك؟ انا قدامي الوراق ديالي ولكن ما عنديش دياماتر. عندي ميلتي. كتعطيك واش عندك فيها التهاب هي اللي عطيك الحريق؟ لا غالبا قالت لي هي اللي عطيك الحريق غيكون. واخا نعطيك الراي ديالي على ناديه. استاذ، غير بغيت نسولك الله يجازيك بخير، انا الحمد لله لدرجه ان الناس دابا كيقولوا لي العائله وانت هي دايره الحمية وانت هي متبع الدكتور احليم وشوفيها انت. انا الحمد لله كندير الخميره البلديه، ما كناخذش المقليات، ما كناخذ السكريات. شحال المده دابا ناديه باش بديت هاد البرنامج؟ تقريبا هذه تقريبا الخميره البلديه واقيلا هذه شي 3 سنين او 4 سنين. تقريبا، وطلع لي السكر، لقيت انني عندي غرام فاصلة 19 اللي طلع لي دابا، مع العلم انا ما كناخذ السكر نهائيا. ما لا اسمح لي، غرام فاصلة 19، غرام فاصلة 19 راه ما كتعني حتى حاجه بدون خزانه اختي ناديه، باش نكونوا واقعيين. واخا انا نجاوبك ان شاء الله، انا نجاوبك ان شاء الله. الله يجازيك بخير، وعندي الله يخليك، لقيت في التحليله طلعت لي ترانزانيت سي جي بي تي فيها 49.30، جي طلعت لي 79.10. واخا كتاخذي شي ادويه قبل من هذا الشيء؟ لا ما كناخذ حتى شي حاجه، لا ما كناخذ حتى دواء، ما كناخذ. ولكن الطبيبه شنو قالت لك الطبيبه؟ علاش طالع لك لي ترانزاميناز ديال الكبد؟ انا يلاه سولت دابا الطبيب اللي كنت عنده باش عطاني موعد باش انني غادي ندير لوبيراسيون ان شاء الله نهار الجمعه. سولته قال لي احتمال تكون هذه المراره هي اللي دارت هاد. واخا نجاوبك ان شاء الله، انا نجاوبك ان شاء الله اختي ناديه. مرحبا. شنو ناخذ وشنو ما ناخذش؟ لا قبل ولا من ورا. انا دابا الحمد لله دايره لحد الساعه انا كنحتاط، ولكن نعم. بغيت حتى المراسل. الله يجازيك بخير. واخا شحال السن ديالك ناديه؟ شحال السن ديالك؟ 54 سنه. واخا 54 داك. اي لا دكتور، الله يجازيك بخير. واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك. مرحبا، تفضل. اول حاجه نبغي نجاوب الناس اللي هضروا مع نادية، عاد نجاوب نادية. المسألة ديال هاد المرض كيما، أولا المرض هو ابتلاء، يعني باش نربطوه أن الإنسان، أنت مي كتاكل مزيان وكتعيش مزيان أنت كتاخذ بالأسباب، لكن لما كيكون السبب هو أنت هنا كنكون خصو يكون هنا فين خصنا نهضرو. مي انا غنجاوب على الناس اللي هضروا مع الاخت ناديه. اول حاجه الاخت ناديه عندها، الا مشينا بعمليه حسابيه، اخت ناديه عندها 54 عام،
54 عام ذات نمط الحياة ديالها هذه 3 سنين، يعني حتى 51 عام وهي عايشة حياة غذائية عادية بالنمط الحالي. باش من باش نعطيو الحقائق تكون هكا، يعني الله 3 سنين. دابا نرجعوا للمشكل الاول اللي هو المرارة. المرارة باش تكون لك الحجيرات راه ماشي في نهار ولا في يومين ولا في اسبوع، راه يقدر يكون 5 سنوات 6 سنوات. 5 سنوات 6 سنوات اختي ناديه راكي باقا ما بديتيش النمط الحالي، وبالتالي ملي كنشوفوا من خلال المعطيات والارقام بما ان فان اذن ان النمط اللي راه عليه دابا ناديه هو نمط يلا عمره 3 سنين دابا. اذن ما هو ومن يعني يجب اننا نحطوا عنده السبب في ظهور هاد المشاكل هو النمط القديم. علاش؟ لان منطق مثلا حجر في الكلاوي، حجر في المرارة، لا قدر الله سرطانات، لا قدر الله الزهايمر، كنا هضرنا على لي بلاك داميلويد راه ما كيتكونوش في عامين ولا سنين. راه كانت الا بداوك انت لي بلاك داميلويد دابا 10 سنين عادي بان عندك الزهايمر، وبالتالي النمط القديم هو السبب. باش هكا يا من حيت ما يمكنش الانسان يكون مزيان ونقولوا لا راه 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 يعني غيضر، بالعكس ربما تكون تبان امور اخرى. فيما يخص الجرثومة الحلزونية، جرثومة الحلزونية كذلك نفس المشكل. كاين اللي عنده جرثومة حلزونية 6 سنوات 7 سنوات ولا تظهر الأعراض إلا من بعد هاد السنين كاملة، حتى كيبدا يبان عنده فقر الدم مثلا. شي واحد عنده فقر الدم كيمشي يدير التحاليل، حديد مزيان، حمض الفوليك مزيان، كل شيء مزيان، البي 12 ناقصة. مي كيمشي يبحث على البي 12، يعني البي 12 مي كيكون شاد الفاكتور انترانسيك، الناس اللي عندهم الجرثومة الحلزونية علاش كيجيهم فقر الدم؟ لان الفاكتور انترانسيك ما كيبقاش شاد البي 12 وكيولي عندهم نقص البي 12. البي 12 عندك مخزون ما كينقص من بعد 4 سنوات، يعني انت الجرثومة الحلزونية فوقاش عيبان عندك فقر الدم اللي جاي من الجرثومة الحلزونية 2020 عتكون بداتك الجرثومة الحلزونية ولا عرض. 2024 عاد يبدا عندك فقر الدم اللي جاي من الجرثومة اللي كانت عندك منذ 2024 وما بانت عندك حتى 2024. علاش؟ لان الفيتامين الكوبالامين ولا البي 12 كيخزنوا الجسم 4 سنوات، وبالتالي بعمليات حسابيه ما خصناش الناس اللي كيمشيو يعاتبوا الناس لا انت كتاكل مزيان ومتبع برنامج الصحه والسلامه وها انت مرتي، لا هذا خطاب سطحي تماما يعني. وبالارقام انا عطيتكم الامور اللي يدير، لان النمط القديم كيكون باقي عنده هذوك لي سكن ديالو هذوك التاثيرات ديالو. كذلك الجرثومة الحلزونية، واخا علاش اختي ناديه عندك لي ترونزاميناز اللي هما جي بي تي وجي او تي، اولا تقدروا تلقاو الالات والاسات من خلال الرقم اللي عطيتينا طالعين. علاش طالعين؟ فعلا غادي تكون السبب هي المراره. علاش؟ لان المراره راه ماشي شي عضو بوحدو. المراره انتم كتشوفوا في عيد الاضحى تلقاو المراره لاصقه في الكبد، يعني اختها تها ولا بنتها ولا هذه، يعني هي لاصقه انتغري في لو فوا، وبالتالي ما يضر المراره يضر الكبد. وانا نعطي واحد المعلومه للاخت ناديه ومن خلالها العديد من المستمعين الكرام. انت الى حيدتي المراره مثلا، انا غادي على واحد النمط مزيان، حيدت المراره، اذا هذاك النمط اللي كان عندي قبل ما يتكون الحجر في المراره هو نمط اللي عطاني الحجر في المراره. اذا شنو خصني ندير نهار نحيد انا المراره؟ الا كان ضروري تحيد خاصني نبدل النمط، سينو الناس كيعتقدوا انه زول المراره صافي تهنا. خصكم تعرفوا باللي كاينين قنوات اللي وسط الكبد التركيبه ديالهم نفس التركيبه ديال المراره، وبالتالي غدوز من الحجر في المراره للحجر في الكبد. الحجر في الكبد بنفس التركيبه بنفس التكوين، لان المراره لاصقه في الكبد، والكبد عنده واحد القناه هابطه منه سميتها الكانال ايباتيك، القناه الكبديه، ولا المراره هابطه منها واحد القناه سميتها الكانال سيستيك، قناه اللي جايه من المراره، وكيتلاقاو في الكانال كوليدوك. اذا كانوا داك الحجيرات كبارين مي كتاكل شي حاجه من الدماء، كتحرك المراره باش تخوي العصاره ديال المراره، ملي كتحرك كتقيس داك الحجيرات كتلتهب كتعطي الام مبرحه،
وبالتالي هاد الالم ديالها ايفيكتيفمون غيكونوا السبب ديالهم هو هاد المرارة هذه. بالنسبه واش تحيد ولا ما تحيدش، هذا لو شيرجيان اللي خصو يديسيدي ولا خصو يقرر. ما احنا بالنسبه لا الوقايه ولا العلاج. بالنسبه للناس اذا تقررت الاخت ناديه انك غتحيدي المراره، عندك ثلاثه ديال المراحل. المرحله ديال بري اوبيراتوار قبل العمليه، خاص الانسان ينقص شويه من الكميه ديال الاكل، ينقص قدر الامكان الدهون. انا ماشي كنهضر على الدهون، وجودي بيا ان مي غيبغي الانسان يدير العمليه ديال المراره خاصو ينقص الدهون ماشي من بعد. اما في الحياه العاديه ديالنا، الحياه بلا دهون ما يمكنش تكون. علاش؟ باش داك المراره ما تبقاش ملتهبه وتستقر. علاش؟ لان هي المراره باش كتحرك، كتحرك بالدهون. وبالمناسبه الناس اللي كيقولوا اني دخلت في واحد نظام غذائي ما بقاش ناخذ الدهون، ريجيم بلا لدام، اللي كيحيد لدام مده اسبوع المراره دير لك الحجر. علاش؟ لان اللدام هو اللي كيحرك الحجر في المراره. من بعد ان شاء الله الا كانت فرصه ونهضروا على هذا الحجر في المراره وشنو التركيب ديالو كيفاش كيتكون. كاينه مرحله ثانيه هي مرحله ما بعد العمليه اللي كتسمى البوست اوبيراتوار. البوست اوبيراتوار كنحاولوا كذلك نركزوا على اغذيه اللي تكون قويه، شوربات، عصائر، وتكون سائله. علاش؟ باش نخليو الكبد، لان الكبد ملي كيعرف المراره راه تحيدات كيولي هو كيدير هذاك العصاره. وكاين المرحله الثالثه ديال الكونفاليسونس، المرحله ديال النقاهه لما بعد العمليه. هنايا كنحاولوا نرجعوا للنظام الغذائي ديالنا، كنعاودوا ندخلوا دهون بكميه بسيطه، بيض بلدي لانه سهل الهضم، ممكن نديروا زيت الزيتون في الطهي سهل الهضم، نبعدوا من الحلويات والمقليات. علاش؟ لان كنكونوا زونه دي بالمراره ولا من غير المراره ما عندناش الحق في هذا الشيء. هذا علاش؟ باش ما تكونش عندنا الكريز. وكيلاحظوا الناس هناك بعض الانتفاخات، الناس ما عارفينش مين كيحيدوا المراره، علاش كتجيهم انتفاخات؟ انتفاخات لان كان عندك واحد العصاره كتقطع لك الدهون، ما بقاتش هاد العصاره، كيوصلوا الدهون للامعاء والقولون، كتدخل بكتيريات هي اللي كتقوم بهاد العمليه. كما أن واحد النقطة بزاف الناس ما عارفينهاش، وسبحان الله من عند الله، وثقوا بي هذه المعلومة هذه لو غتبحثوا فيها غتلقاوها، يعني هي سبحان الله. عصارة المرارة هناك بكتيريات على مستوى الأمعاء من كتحيد المرارة تكون عصارة المرارة. شرط أن الإنسان يولي يأكل مزيان. شحال من واحد زول المرارة ولا يأكل مزيان وتغذية جيدة وما بقاوش عنده الأعراض تماما. علاش؟ الميكروبيوت، كاين واحد النوع ديال البكتيريات الى سكنات على مستوى الامعاء تنتج الفيتامين ك، وتنتج الفيتامينات بي، وتنتج الفيتامين بي 12، وتنتج عصاره المراره، وتحول الكوليسترول الزائد الى كوبروستانول. هذاك الشيء علاش الميكروبيوت والبكتيريات اللي عندك في الامعاء مساله مهمه جدا. بالنسبه لك اختي ناديه، حاولي تركزي على ثلاثه المراحل. الا كانت لا كونفيرماسيون يعني مؤكد انك غديري العمليه، لي ترونزاميناز طالعين. علاش؟ لان عندك المشكل في المراره والكبد، يعني كيكون كيعاني داك الشيء اش كيطلع حد جي بي تي والجي او تي. بالنسبه للخزان ديال السكر ما كنقولوش راه واحد 19 عندي السكر السكر طالع، السكر كنعبروه. انا بالنسبه لي لاغليسيمي اللي كيعبرها الانسان، بالنسبه لينا لاغليسيمي اللي هي فيابل ومهمه هي الخزان. دونك شنو غديري اختي ناديه؟ غتمشي ديري الاش بي ا ان سي او الهيموغلوبين غليكي او الخزان. الا لقيتيها طالعه على يعني 6 فاصله مثلا، لقيناها 7 8 9 داك الساعه ونقولوا طالعه. اما لاغليسيمي هكا كابيلار ولا لاغليسيمي عبرتها بالجليكومتر، هذه شحال كان غلط. كانوا الناس كيديزانفيكتيو البلاصه اللي غيعبر بها بالالكول، هذاك الكول تاهو كيدخل في العبار. وبالتالي بالنسبه لي انايا السكري بري ديابيتيك ولا ديابيتيك، الخزان يدار، الخزان هو المؤشر الاول. وبعض المرات كدار حتى واحد التحليله اللي هي قليل اللي كيديرها، كتسمى لي بيغليسيمي بروفوكي باغ فوا اورال، كيعطيوك شي حاجه حلوه تاكلها ومن بعد ساعتين كيعاودوا يعبروا لك باش كيعرف الانسولين ديالك واش خدام مزيان ولا ما خدامش مزيان. هكا عاد كونفيرميو واش عندي سكري، باش هكا ما تخلعيش اختي ناديه، ولكن اكونديسيون انسان يدير ما يجب فعله. مرحبا ومشكور استاذ. ومشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى. معنا العاليه من العيون، مرحبا بك لاله. تفضلي اذا انقطع الخط. أم ضحى من الدار البيضاء، مرحبا بك لالا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليك، بغيت نسول الأستاذ على الإير فراير، واش بحالها بحال الميكرووند؟ واخا نجاوبك إن شاء الله لالا، مرحبا. مرحبا نجاوبك. السؤال الثاني، الأضرار ديال السكر إذا كان هبط حتى ل 40 حتى ل 40 عاوتاني كيطلع حتى ل 2،
عند راجل عنده 64 عام وسكري عند الخزان. لا اسمح لي. اسمح لي بالنسبة للخزان عنده 10%. عشرة. ونسبة السكر شحال عنده؟ 0.4. 0.40 ومرات يجي حتى 2.0 شي حاجة بحال هكا. ومن روحها 0.40 راه كوما، راه ما غيقدرش ينوض، ما كينز ما كيطلع ما كيطيحش كوما، كيبقى مزيان غير هو كي يعني كيبدا ياكل دغيا، خاصو دغيا ياكل شي حاجه باش يطلع. واخا دونك قلتي لي الخزان عنده 10 10. داك واخا واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك ان شاء الله. الله يحفظك. نعم نعم مرحبا. ونشوف جوابا على السؤال الاول، الطهي هي عمليه كتم من أجل رفع قيمة الغذاء دون النزول بهذه القيمة، أي حاجة فيها زيت أو نجنبوها. إحنا المغاربة كنعرفوا نطيبوا المقلة ديال وجدة الخبز، والفران ديال الضو في المدينة، والفران ديال العواد في البادية، كنعرفوا نطيبوا في الطنجرات المغربية، كنعرفوا نطيبوا في الطاجين، كنعرفوا لي سلو فودز، كنعرفوش لي فاست فود. الطاجين ديالنا المغربي والطياب ديالنا باين والاواني ديالنا باينه. فانا بالنسبه لي من حيث لا كاليتي خصكم تعرفوا، عطيك غير مثال بسيط باش الناس يعرفوا. اولا فورا ميكرون دي كونسي، هذه هضرت عليه. واخا مثلا غير الميكسور، انا بغيت انا كنهضر مع الناس ديال برنامج الصحه والسلامه اللي هما ناس وصلوا الحمد لله لواحد المستوى عالي، واحد منسوب ديال الوعي، لان المستمعين ديال برنامج الصحه والسلامه كاملين المنسوب ديال الوعي ديالهم طالع على العكس العديد من الناس. انا كنهضر مع المستمعين والمستمعات ديال ميد راديو، المستمعين والمستمعات ديال الصحه والسلامه. شوف انا ناخذ واحد الميكسور ندور به عصير، وهنا غنمشي لواحد المثال اخر باش تعرفوه عاد نرجعوا للعصير. البيصارة في الأيام العادية إلا طحنتيها بالميكسر ما غتجيكش بنينة بحال إلا دورتيها بالمراق، لأن الميكسر كيدير واحد الرغوة. أنت في العصير مي كتمشي تاخد واحد الميكسر اللي كيدور أ غروند فيتاس كيديفورمي لا ماتيير، ما غاديش يجي داك المذاق. هكاك عاوتاني في بعض لي فور كاين دابا لا توندونس، مي حنا عندنا شوف المغرب كنهضر على التغذية، الثقافة والتغذية والسياحة، يدور العالم كامل وغير رجع لشمال إفريقيا والمغرب وما فعله المغاربة. ديك الساعة نقولوا إحنا المغاربة كنفتخروا بهذا النمط ديالنا. كل شيء كيدور دابا، حتى البيتزات في العالم ولاو كيطيبوهم بالعواد، ولاو أكبر المطاعم في العالم كيشريوا فران ديال العود. علاش؟ لأن مشاو للناس في النواحي ديال إيطاليا وداقوا البيتزا مطيبة بالحطب، ولا السوق كيخضع للعرض والطلب. وسترون اليوم الفران اللي خصنا نهضروا عليهم واللي خصنا نديروا لهم بروموسيون اللي هي علمية ماشي تجارية، الفران اللي ولا بلا فابور، فران ولا اليوم عندك فران كتبرونشيه في الضو في واحد بلاصة فيها الماء، هذاك الماء كيعطي لا فابور بحال الحمام، هذيك لا فابور طيب الخبز مزيانه وكتخليها هشيشه والقيمه الغذائيه ديالها مزيانه، وما كيتكونوش لي زاكريلاميد وما كيتكونوش لي غليكوتوكسين. اما الا مشينا هاد القلايات اللي دابا ولا، وهادي طوندونس غاديه اللي بقى تابعها غيولي ما بقاش كيفكر بالغذاء. ما انا بالنسبه لي انا كمغربي كثقافه مغربيه يجب ان نشجع الطاجين المغربي، وهي اختلفت الاسماء، مي كيبقى الفران ديال الضو في المدينة، الفران ديال العواد في البادية، طاجين المغربي، طياب المغربي، كاين اللي كنطيبوه في الكاسخول، كاين اللي كنديروه في المقلة ديال الجرانيت ولا ديال السيراميك، ما كاينش مشكل. انا بالنسبة لي هادو هما اواني الطبخ. بالنسبة للفورا ميكرووند راني هضرت عليه، لان بعض الاخوان طالبونا باش نعاودو نهضروا عليه، راني هضرت عليه مرارا وتكرارا. اولا كتعلقوه في النيفو ديال لا تيغويد، لا تيغويد مي كتمشي ديري التحليله كتلقاي تا 4 و 3، هذيك 4 و 3 ديالهاش ديال اليود غاديو اكتيف، اليود ديالنا غاديو اكتيف، كيتركز على مستوى الكبد وكيتركز على مستوى الغده الدرقيه. انت ولا انتي مي كتعلق الفورا ميكروند مقابل مع الغده الدرقيه، ما تقولش غدا ولا بعد غدا ولا عندي دي نودول
ولاو عندي هاد الامور هذه. وبالتالي الفورا ميكرون بالنسبه لي انايا تكتشف غير صدفه مالوغوزمون عند بزاف ديال الناس، واللي هو كيطلق لي زوند وخطافي. يعني عطيتكم انا لو برينسيپ ديالو، علاش؟ لان حنا اي حاجه اليوم مزروبه ولات كتاخذ لنا العقل. يعني ملي غتبغي تسخن مثلا تسخن فورا ميكرووند، انت الا بغيتي تسخن في الفور عادي خصك تدخل واحد الطبسيل اللي ما غيتهرش. الا بغيتي تسخن فورا ميكرووند دخل اي طبسيل حط فيه شي حاجه، لان الفورا ميكرووند كيسخن بالحركه ديال الماء، كيحرك جزيئات الماء وكيسخن، وبالتالي داك الغاديو اكتيفيتي ديالو الموجات ديالو كتاثر على لاتيغويد، كتاثر على اليود، كتاثر على الكالسيوم، لان الكالسيوم والمعادن كلها محمله. ملي كنقولوا سي ا 2 بلس كالسيوم، اف او 2 بلس حديد، اف او 3 بلس شنو هي 3 بلس؟ هذيك لا شارج، هذوك الشحنات. وبالتالي اي حاجه فيها شحنه كتاثر، بما في ذلك الفيتامين دي. الفورا ميكرووند كيأثر على لا موبيليزاسيون ديال الفيتامين دي، وبالتالي حنا عندنا الفور ديال الضوء، الانسان يدير الفور ديال الضوء. من غير هذا وهاد لا توندونس اللي كاينه دابا، الانسان يثبت، يثبت على ثقافته، يثبت على عاداته، وحنا عندنا ما هو ارفع. وانا باش غنمشي نشري هذاك الفور نقدر نشري، انا تكون عندي حياتي كامله باش غنشري انا الطواجن، نشري طاجين مغربي او لا فران كنعاون انايا هذاك المغربي اللي كينتج واللي كيدي، ماشي نمشي ناخذ انا بالعمله الصعبه ولا بالدوفيز. ديك الساعه كيولي عبء على الدوله وعلى الاسره وعلى الصحه. يوم فاند كونت شنو والو منتوج اختصرت به الوقت. انا بعض المرات خصاش اختصروا سيتو الصحه، الصحه ما فيهاش طريق مختصر، الصحه فيها عمل واجتهاد واراده ووسائل اللي هي معلومات اللي تكون عندك وتعاونك على الحياه الصحيه، وهذا ما نفعله. مرحبا. مرحبا. طيب ناخذ معنا مكالمه اخرى او قبل منها سمح لينا نمشيو فاصل قصير ونرجع ناخذ مكالماتكم، خليكم معنا. نستمر في استقبالكم وغنمشيو مباشره ناخذ معنا سي صلاح الدين من قول ميم. صباح الخير سيدي. صباح الخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. صلاح الدين بخير، لاباس عليك؟ صحيح على باب. انا سي صلاح الدين. مرحبا. الله يبارك فيك استاذ حليمي. عندي واحد الوليد دابا شهر نهار 13 في الشهر في الشهر ان شاء الله غيكمل عامين، وكيشرب بزاف. نعم. ولا كيشرب بزاف وحركي. نعم. شحال الوزن ديالو؟ الوزن ديالو ما نكذبش عليك ما عقلش، تقريبا شي 15 ولا فيه، والله ما عقلش بزاف. نعم. واحد شهر دابا ولا شهر ونص خرجت فيه واحد الحبيبه بحال تحرق في يدي، ديتو للطبيبه وينا قال لك حساسيه، وهاد اليومين عاوتاني رجعت فيه. واخا الماكله ديالو كي دايره الدريب؟ الماكله طبيعيه استاذ، مره تياكل عادي، مره عاوتاني كان الماكله عنده كتنقص. واخا نعطيك رايي اخويا صالح. مرحبا. مرحبا سيدي تفضل. نعطيك رايي. شوف هو بالنسبه للدراري الصغار، اول حاجه بالنسبه لهاد الحركيه استسمي، راه ماشي حنا اللي كنشخصوها، وماشي الخاله ديال الابن اللي كيشخصها، وماشي الاب ديالو، ماشي الام ديالو، عندها واحد لافوا اللي كنمشيو عند مختص الحركيه. فوقاش كنقولوا بلي هاد الدريري الى ايبر اكتيف، ملي كتكون ليبر اكتيفيتي زائد المونك دو كونسونطراسيون قله التركيز. بعد المرات خصنا نشخصوا حنا راسنا اللي عندنا قله الحركه، ماشي الطفل. لان بعض الامهات كيجيو كيقول لك انا ولدي عنده افراط الحركه، ملي كنبقاو نشوفوا كنلقاو باللي الاباء اللي عندهم قله الحركه. سي نورمال الا كان عندي انا في البرمجه ديالي قله الحركه ولا تحرك داك الدري، انا مفطور، الطفل مفطور. كثره الاسئله وكثره الحركه، الاسئله كينمي بها دماغه والحركه كينمي بها الجسد ديالو. كيبان حنا هاد الدري هذا، سمحوا لي على المصطلح، راه كينقاز وكيطير، وهادي مع العلم اننا حنا اللي عندنا قله الحركه. فما يمكنش نشخصوا الطفل هكا، غير هي ما فيها بس. الا كان الطفل عنده كثره الحركه شنو هذا يعني؟ يعني الا كان مشخص يعني ان الدماغ ديال الطفل زايد نشاط، حيت قبل ما ينشطوا العضلات الدماغ ديال الطفل فيه واحد التونوس طالع، شكون اللي كيخلي هاد الحركه النشاط على مستوى الخلايا العصبيه؟ هو الجلوتامات مونوسوديك المونوكس ولا الام اس جي، المونوسوديوم جلوتامات. المونوسوديوم جلوتامات هي ماده
توجد في اغلب المواد. علاش؟ لان ماده حافظه بالعائله ديالها. راه كنا تحدثنا على 9 الانواع، يعني ملي كتمشي انت وتلقى لي او مثلا، هذاك الاو غتمشي تقرا ترجم ذاك الاو، راه كاينه ممكن اي او مثلا غتمشي دير مثلا او 121، غتمشي مثلا غتشوف في الانترنيت غتلقى سميتو الغوش كوشني مثلا، غتمشي مثلا دير الاو مثلا 441، غتمشي مثلا الانترنيت غتلقى الجيلاتين ديال لو بوغ مثلا. واخا دونك هذاك لي او كاينين لي زاديتيف، لي زاديتيف اللي كاينين في المواد المصنعه فيهم الجلوتامات. وعقلوا واحد النهار كنت قلتها للمستمعين، قلت انايا الدماغ عنده دو بيدال، جوج ديال الدواسات، دواسه اللي كتخليه كيتحرك سميتها الجلوتامات، كتشبه لهاد الجلوتامات، وكاينه الكابا. وبالتالي الا كانت الطفل عنده الكابا ناقصه والجلوتامات طالعه، اش كيبدا؟ كيبدا افراط النشاط، كيتحول لكريز ديبيليبسي، ومن كيكبر كيديرنا لا سكليروزون بلاك، ولا كيديرنا الزهايمر، ولا كيديرنا هذا المشكل هذا كامل. اذا شنو خاصنا نديرو؟ الاطفال اللي تبت عندهم كثره الحركه خصهم يزولوا الكازيين، تحليبوا المشتقات ديالو. علاش؟ لان الكازيين كتعطينا الكاز وموقفين. خصهم يديروا الخبز بالخميره البلديه. علاش؟ لان الجلوتين كيعطينا الجلوتين وموقفين. خصنا نحيدوا المواد المصنعه. علاش؟ لان المواد المصنعه بزاف مواد فيها المونوسوديوم جلوتامات. وخصنا نحيدوا المحلي والحلويات المصنعه. علاش؟ لان كتطلع الانسولين، ملي كيطلع الانسولين كيطلعوا الالتهابات، ملي كيطلعوا الالتهابات كيكون عندنا التهابات على مستوى السحايه على مستوى الدماغ، وكتعطينا افراط النشاط. هذا الشيء كنهضر انا في حاله ما الى ثبت ان الطفل عنده افراط نشاط. بالنسبه للتغذيه كتلعب دور كبير، لان انا دريري ملي كنشوف عنده حساسيه كنعرف يا كان يا داز واحد المرحله اللي التغذيه ديالو كانت معتمده على الحلويات. ما علاش؟ لان الاطفال كيكون عندهم ما يسمى بنفاديه الامعاء، وعقلوا عليها، اي مرض مناعي، اي مرض حساسيه كيكون الناس عندهم النفاديه المعويه. النفاديه المعويه اولا او لا ليبر بيرميابيليتي انتستينال او لارتيل او انتستينال او لارتشاح الامعاء، كتعطينا بدايه الاولى انفلاماسيون دو باغراد، يعني انفلاماسيون ما كنحسوش بها، موراها كدوز حساسيات، موراها كدوز امراض مناعيه، موراها كدوز امراض اعضاء. يعني كل مرحله. والناس ما يظنوش ان الغده الدرقيه الفيتامين ديال جرثومه الحلزونيه فقر الدم القولون العصبي مفروقين، هادو راه ما مفروقينش، هادو راه مرض واحد سيندروم ميتابوليك. غير كاين اللي كتبدلو بالقولون كتسالي بالغده الدرقيه، كاين اللي كتبدلو من نقص فيتامين دي وتسالي بالقولون العصبي، كاين اللي كتبدا بالقولون العصبي وتسالي بالجرثومه الحلزونيه. كل واحد وكيفاش كتبان عنده، لان انا ما كنشبه لك وانت ما كتشبه الاخر. اما الاسباب نفسها والنمط نفسه، فتغيير النمط واجب لا في الوقايه ولا في العلاج. بالنسبه للوزن اخي صلاح الدين، ضروري الاطفال ديما الاطفال نعرفوا الاوزان ديالهم. الطفل مثلا في عمره سنتين الوزن خصو يكون فيه بين 12 كيلو و 14 كيلو، هذا الوزن خصو يكون عنده واحد الوليد عنده سنتين، ونهتم معافاكم بالتغذيه ديال الوليدات مهمه جدا. الوليدات الا تزادوا الا بغيتوا تقيوا شر الحساسيات والامور كامله، الرضاعه الطبيعيه، الانسان يكون عندنا رضاعه طبيعيه. والوليدات، شوف الوليدات راه عندهم واحد السر جميل، لفي جروب، مفعول الجماعه. معنى اسم مفعول الجماعه، دير داكشي هو داكشي اللي كديرو راه كاين، لان راه كياخذوك قدوه. المنزل مي كنبداو فيه التغييرات راه الوليدات كيتغيروا، حنا هذا هو الهدف ديالنا. وبالمناسبه ما يفوتنيش انني نوجه يعني مبروك للمغاربه كاملين على هذا الخير تبارك الله. وانا نقول للمستمعين والمستمعات ثقوا بيا، والله الى الفرحه ديال الفلاح اهم فرحه. علاش؟ لان كتنعكس على كل شيء. شتي الا فرح الفلاح وفرح الكساب، انت غتفرح في دارك، في دارك جالس في دارك، شوف الحمد لله من بعد ما الانسان قنطو والشتا ما كاينش، شوف امطار الخير في المغرب كامل، كيفاش القلوب تغسلات، وكيفاش الانسان الفرحه اللي دابا عند الانسان ولا عند المخلوقات ولا عند الحيوانات. فهنيئا لنا بهذا الخير، وهنيئا لنا بمغرب الخيرات. ان شاء الله الحمد لله السدود عمرات، كاينش اكثر من هذا الخير هذا، باش تعرفوا المغرب الحمد لله راه ما شاء الله، فهذا خير كبير. مبروك على المغاربه، ومبروك على المستمعين، مبروك على الفلاحه. وانا قلت لكم راه مين ينشط الفلاح والكساب؟ راه انتما كتنشطوا، وانا كنهضر معاكم بالقبعه ديال الفلاح. علاش؟ لان ديك النقطه ديال الشتا اللي بعض الناس كل واحد كيدير المضل، حنا راه ما كنديروش المضوله كنخرجوا فيها، وبالتالي لا نشط الفلاح انت من المستمعين والمستمعين راه غينشط. علاش؟ لان احنا الحمد لله بلد فلاحي، والحمد لله على هذا الخير، وهذا خير كبير بزاف. مرحبا.
ومشكور جزيل الشكر استاذ اكيد. ونمشيو ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا لاله شريفه من اكادير. مرحبا بلاله شريفه. الو. اهلا وسهلا تفضلي لاله. اهلا لاله سكينه. اهلا استاذ حليمي. اهلا وسهلا. شريف شريفه من مدينه اكادير 54 سنه ديابيتيك. الحال هذه في 2017 ديتكتات عندي جرتهم الحاله الجنينيه وشريت الدواء ولكن ما خديتوش للامانه ما خديتوش. دابا انا هاد دابا شي 3 موا كنحس بجيت الكبده كاين واحد الحريق واعر بحال بحال شحال كتبقى تضرب لي نوزي وسمحوا لي على هاد المصطلح اللي غنقول. واشاك فوا ملي كنفطر بعدا قبل من الفطور ومورا الفطور عندك شي 6 المرات خاصني ندخل للطواليت اون اورجونس بالوجع والحرك. واخا نسولك على لاله شريفه. لاله شريفه واخا نسولك جرتوما الحاله الزونيه وتعاودتي درتي تحليلات؟ لا ما عاودتش درتها. واخا ما عاودتش درت تحليل. واخا 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 نجاوبك ان شاء الله نجاوبك. مرحبا. وغير واحد الحاجه دكتور سي كو كنت اوسبيتاليزيت هادي دابا شي 2 موا وافيكتيفمون لقيت اون ليجر انيمي ما بي لي بارامتر اللي كانوا عندي هذا اون ليجر انيمي بدات. واخا السكري عندك النوع الاول ولا الثاني كديري الكينه ولا الانسولين؟ لا الانسولين تيب 1. الانسولين الوزن ديالك؟ الوزن ديالي دابا كدا 60 شي 65 كيلو. واخا الخزان شحال؟ الخزان كان عندي 12 دابا عندي شي 10 ونص. 10 ونص واخا. واخا نجاوبك ان شاء الله لاله شريفه. مرحبا. شكرا استاذ. شكرا. تفضل. شوف هو هاد الغثيان وهاد الشيء كامل هذا انا النقطه اللي بغيت نقول شريفه وانا تمشي تعاود دير جرثومه الحاله الجنوني. نعاودوا لجرثومه الحاله الجنوني ما فيها باس يطمئن قلبك وقلبك. بالنسبه للانسان اللي شرف الله قدركم بعض المرات كيكون عنده استفراغ بكثره يعني كيكون الانسان كيمشي يشرف الله قدركم المرحاض بكثره ما سا ديبون واش الانسان عنده دياغي ولا ما عندوش. بعض المرات كيما داك جوج انظمه اللي كيخونا الامعاء اللي كنا هضرنا عليهم البيريستالتيزم ولا السي ام ام الكومبلكس موتور ميغران كيما كيكونوا بعض المرات كيكونوا تخال كاينين الناس اللي عندهم هذا افراط ديال هذا الانديماد. دونك هنا في هذه الحاله شنو خاصك ديري يا لاله شريفه؟ غادي تمشي ديري التحليله ديال الغده الدرقيه لان ما عارفينش الناس باللي النشاط ولا حركيه الاستفراغ ولا القبض كاين شحال من الناس عندهم سبب القبض هو الغده الدرقيه. وبالتالي دونك شنو غاديري لاله شريفه باش هكايا تكون الامور مضبوطه؟ غادي تمشي غادي تمشي عند المختص غادي يعطيك تحاليل ديال الكبد جي بي تي والجي او تي الالات والاسات والجاما جي تي حتى هي وغاديري التحليله ديال الجرثومه الحاله الزونيه لان الجرثومه الحاله الزونيه اكيد هي اللي غتكون عاطياك هذا فقر الدم. علاش؟ لان هذه سنوات غيكون نقص لك البي 12 الكوبالامين وما كينقص البي 12 لان البي 12 يساهم في انتاج الدم في ليماتوبويز دونك غيكون عندك هذا المشكل هذايا ان شاء الله خير. حنا فقط باش تعرفي الامور فين غادا زائد انك تمشي ديري لا 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 دونك الخزان ديجا دايره الخزان 10% طالع دونك طالع دونك غتشوفي مع الطبيبه ولا الطبيب ديالك الانسولين يقاد لك الوحدات ضروري خاصك الحركه يعني. وبالمناسبه الناس اللي كيديروا الانسولين هذه معلومه ذهبيه تكون عندكم إذا كنتي كدير الانسولين خصك تقابلها بالنقاط البدني. علاش؟ لان الناس اللي كيديروا الانسولين وما كيتحركوش كيوقع عندهم ضمور في العضلات حيت العضلات من الاعضاء اللي كتكونسومي الانسولين بزاف وبالتالي الا بغى الانسان ما ياثرش عليه الانسولين سلبا ويقدر ينقص يعني انت ملي غتمشي عند المختص ديالك مثلا ولقيتي مثلا الخزان 5.5 ولا 6 والسكر كيهبط لك سي نورمال المختص ينقص لك من الوحدات. شكون اللي كيخلي المختص ينقص لك من الوحدات؟ هو النظام الغذائي الجيد والحركه. علاش يعني الحركه؟ لان يعني الحركه كتكونسومي الجلوكوز وكتكونسومي الانسولين وكيولي الانسان الجلوكوز كيدخل كيتكونسوما مي كيتكونسوما الجلوكوز راك هذاك الانسولين راه خديتيه باش تقوم بهذا الدور هذا وبالتالي من وحتى الناس اللي عندهم لي زاديو لي زونتي ديابيتيك اوغو الناس اللي كياخذوا الكينات ديال السكر راه يوقع لكم ضمور العضلات في حاله ما الا ما تحركتيش
يعني الحركة ضرورية عند مرضى السكري بشرط أن الإنسان ديما يقاد السكر ديالو ويخرج معه واحد الفيتر كوم كوب اللي راه ديابيتيك باش في حالة ما يهبط له السكر ولا شي حاجة الناس يعرفوه كوم كوب اللي ديابيتيك. بالنسبة للأخت اللي اتصلت بنا قبيلة على ود جو بونس الزوج ديالها ولا الأخت شريفة 10% ديال الخزان راه شوية غيبقى يطلع لكم لاسيتون والمريض السكري اللي يطلع له لاسيتون يولي عنده الغثيان. دونك هي أخت شريفة قالت بلي عندها الغثيان وعندها سي نورمال 10% ديال الخزدان راه طالع دونك غيعطيك هاد الغثيان. هاد الغثيان شنو هو؟ هو نتيجه ديال لاسيتون اللي يطلع. لاسيتون فوقاش كيطلع مين كيكون السكر كيفوت الخزان كيفوت يعني 7% هنا كيولي هاد لاسيتون. ولاسيتون عنده تاثير على كل الاعضاء علاش؟ لانه سم للخلايا وبالتالي ضربتي السكر ديالك تحركي التغذيه الجيده تحاولي ترجعي للحلقه ديال المرض السكري زائد التحاليل ضروري ديري ديال جورتوم الحاله الزونيه وديري ديال التحليله ديال الالات والاسات باش كنشوفوا الكبد واش خدامه مزيان ولا فيها يعني واحد لا سورشارج. مرحبا مرحبا. طيب ناخذ معنا السي حسين من ورزازات وبه الختام. مرحبا بك السي حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. دكتور حليمي السلام عليكم. مرحبا اهلا وسهلا بكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك رمضان. شكرا بارك الله فيك. الله يخليك. انا ما عنديش مشكل ديال التغذيه زعما الباديه حتى داكشي اللي كنحرسو كناكلوه جميل. حتى الحريره كندير تناخذ الزرع تندقوه وتندير بها الحريره الزرع ديال البلاد ما فيها هذا لي زونجي ما فيها والو فيها الغبار ما شاء الله. غير المشكل اللي عندي دكتور لي زورين كنوض بزاف بالليل ما عرف شنو. شحال السن ديالك الحسين؟ شي 66. واخا هادشي كيوقع لك غير في البرد ما شاء الله ما شاء الله. دوزت شي تقريبا واحد 4 سنين في اكادير. نعم يمكن ذاك الجو ديال اكادير هو اللي اثر عليا يمكن. لا انا غير سؤالي هاد الانسان كيتبول بكثره واش غير في الايام ديال البرد ولا في العام كامل؟ لا في السنه طول السنه. وغنجاوبك ان شاء الله ودي السي الحسين. مرحبا. الله يجازيكم بخير يا دكتور. الله يجزيكم. بارك الله فيك. مرحبا. شكرا لكم. مرحبا. هو بعجاله اختي سكينه الناس اللي كيكون عندهم هذا شرف الله وقدركم التبول بكثره بزاف الناس كيظنوا انه عندهم سكري لا فيها بس نمشي نعرف راسي. غالبا الرجال لما كيوصل هذا السن هذايا كيوقع عندهم واحد البروستات يدير واحد شويه الضغط على المسار شر الله قدركم ديال البول وبعض المرات الانسان كينوض للمرحاض وعنده داك لونفي انه يعني التبول ولكن ما كاين والو هنا كيكون مشكل في البروستات. من الناس اللي كينوض يعني الرجل لما كينوض بزاف الليل هنا كيكون مشكل على مستوى ارتخاء المثانه وارتخاء المثانه ما فيها بس تشوف واحد لي غلوب هنا باش يطمئن قلبك السي حسين ما فيها بس تمشي عند واحد لي غلوب اختصاصي في المسالك البوليه ويشوف لك هذه المساله هذه. ما نتسناوش حنا حتى يوقع شي حاجه لان بعض المرات كيكون البول كيهبط بشرف الله وقدركم بالدم هنا غالبا كتكون يا شي انفكسيون على مستوى المسالك البوليه يا كيكون الحجر في الكلاوي. سينو انا ماشي باش نخوف السي حسين ما فيها بس سوبلي غولوغ باش نعرفوا حنا هاد المتانه واش مرتخيه واش فيها مشكل زائد النظام الغذائي شرب الماء بشكل كافي والماء يكون جيد زائد الابتعاد عن المواد المصنعه. علاش؟ لان المواد المصنعه فيها المضافات والمضافات الغذائيه لما كتوصل على لان المضافات كيحاولوا الكلاوي يتخلصوا منها لما كيحاولوا يتخلصوا منها كيذوبوها في الماء مي كتمشي كتنتهي على شكل مخلفات في البول. والمثانه شنو الدور ديالها؟ انها كتحبس لنا واحد الكميه ديال البول عاد كتعطيك لونفي انك يكون واحد افراغ ديال هاد المثانه. هادوك المواد لما كيكونوا مواد مهيجه كتخلي المثانه انها ما تحتفظش بهذاك هادي لان كاين سموم وكتعطيك داك لونفي كل مره الانسان يمشي. انا كنعطي احتمالات زائد كاين الناس اللي كيكون عندهم بعض المشاكل في الهرمون اونتي ديوريتيك لا داش هادشي كامل باش نعرفوا شنو عند مختص ايغولوك يعطينا الجواب اللي يكون كيكون الجواب اليقين. مرحبا. شكرا لك استاذ محمد احليمي ونتمنى ان شاء الله باذن الله غدا. شكرا جزيلا. ان شاء الله. كان معنا ومشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي التغذيه.